شكرا فخامة الرئيس وأخي العزيز. أولا الشكر باسمي وباسم الوفد مرافق على حفاوة الاستقبال والحرارة الأخوية اللي شعرنا بها منذ أن وطأنا أرض الكنانة. وفيما يخص تهانيك للذكرى 70 لاندلاع الثورة الجزائرية المباركة، بالطبع لا نستطيع أن نذكر الثورة الجزائرية بدون أن نذكر المساندة التي وجدناها آنذاك في الشقيقة مصر، أيام ما كانت مصر حاملة شعلة قومية وطنية العربية ودولة مساعدة لكل الشعوب الذين كانوا يسعوا للانعتاق من الاستعمار بصفة أو أخرى. شكر لك التهاني وشكر للشعب المصري التهاني. بالنسبة للقاء نتاعنا، أنا جيت لمصر الشقيقة في زيارة أخوية أولا، ودية وتنسيقية تشاورية مع أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنعمق التشاور تاعنا في عدة نقاط اللي تهم الأمة العربية بصفة عامة، تهم المنطقة بالطبع، وتهم العلاقات الثنائية بيننا وبين الشقيقة مصر